والقارئ عليه أن يراجع قلبه، كما أن عليه أن يراجع حفظه. ولذا جاء الحديث: تعاهدوا هذا القرآن، يعني راجعوه ذاكروه وأكثروا من مراجعته، لأنه أشد تفلتا، في رواية تفصيا، من الإبل في عقلها. القرآن من أعظم نعم الله على العبد، فإذا تيسر له حفظه من الخسائر الفادحة أن يضيعه وأن ينشغل عنه حتى ينساه. وأهل القرآن الذين يديمون النظر فيه وترديده وتلاوته، يقول ابن القيم: ويقرؤونه على الوجه المأمور به، وممتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه ولو لم يحفظوه. هؤلاء هم أهل القرآن.